طبعا اول ما تجي عندك سمر الضيانة، عندك السدر البلدي. السلام عليكم. كيف حالك؟ عندك الطلح الانباري. انا باخذ السدر البلدي. والحين اخذت السدرة والمسحات هذه وتوجه لمكان الزراعة. اخترنا اللون الاحمر المخصص للسدر. وزرعنا سدرتنا وهذه توسعونها شوي زي كذا الحين. توسع الحوض لها. زرعنا سدر قبل شوي والحين اخذ طلح. ابي ازرع الطلح هنا في اللون الاخضر. والحين اخذنا الشتلة الثالثة ورايحين ندور له مكان. طبعا اللون الازرق، اللون الاحمر واللون الاخضر خلصنا، باقي اللون الازرق. هنا ان شاء الله اني اجي اكشت هنا يوم من الايام وتظلل بظلك ان شاء الله. الله اعطانا عمر. وبعد ما خلصنا اعطونا شوية سناك وعصير وموية. وشكرا لكم على هذا المشروع الجميل. عاد منطقتي جاوا يزرعون فيها ما اجي ليش كذا.